وعرفت منين حضرتك انها بنتي؟ ساعة الحادثة قالت لنا على اسم حضرتك وانك شغال في امن الدولة. يا ريت تدعي لها بعد اذنك. يا رب. هايدي بنتي مالها يا شيخ؟ انا على فكرة ماليش ذنب والله. انا نزلت السوبر ماركت اجيب حاجات وبعدين طلعت من السوبر ماركت ما لقيتهاش. انا مش وحشتني يا ادم، وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. انت ايه اللي جابك؟ انا اللي جبتها يا ادم. تاني يا نانسي؟ اه تاني، لاني اتاكدت ان دي انسانه بتحبك بجد، وانا عارفه ومتاكده هي قد ايه وحشاكي. بقى ايه بقى؟ شكلي ولا وحشاه ولا حاجه. يا سلام، ده انا كنت هموت واشوفك يا هبله. بصي انا خايف عليك يا هنا، خايف رجلك تيجي معايا في الموضوع الزفت ده. انا عايزه رجلي تيجي في الموضوع ده، انا عايزه افضل جنبك واخد بالي منك. طب واهلك؟ ما هو ده بقى الموضوع اللي المفروض نتكلم فيه. التحليل ده معناه انك اب لطفل. اب انا ما بخلفش. الادويه جابت نتيجه يا سيف الحمد لله، والتحليل الجديد للسائل البنوي بتاعك بيقول كده وبيأكد كده. اتعالجت؟ انا قلت لك قبل كده مفيش حاجه بعيده عن ربنا. لا لا، حاجه غلط، حاجه مش مظبوطه. مالك يا سيف؟ مش ده اليوم اللي بتتمناه طول عمرك وكان نفسك تبقى اب؟ اب؟ ايوه اب. انا مقدر طبعا انك فاقد توازنك بالفرح. انا حيوان، انا مش طبيعي. اتأكد تاني. انت دلوقتي لازم تروحي قبل ما الدنيا تليل. مش مروحة يا ادم، انت ليه مش عايز تصدق ان انا هموت نفسي لو مشيت من هنا؟ هنا وحياتي عندك كفاية، انا مش حمل منهدة، انا تعباني هنا. خلاص يبقى رايح نفسك واتجوزني. تاني هنا؟ ادم انا عندي 21 سنة، يعني مسؤولة عن نفسي وممكن اتجوز. بص يا حبيبتي، ما ينفعش اللي انت بتقوليه، لان انت بكر والبكر بتحتاج معاها ولي. حتى حبيبتي لو ينفع مش دلوقتي. وبعدين يا حبيبتي لو جبنا مأذون هياخد بياناتي عشان الاجراءات، وساعتها يعرفوا انا مين ويبلغوا عني واتمسك. يرضيكي هنا اتمسك؟ مش خايف عليا؟ بعد الشر عليك يا ادم. طب يا حبيبي يبقى دلوقتي تقوم تروحي. هو انت بتاخدني على قد عقلي يا ادم؟ هو انا عيله صغيره؟ امال اقول لك ايه يا هنا؟ ما انت مش عايزه تفهمي، انا لو عملت كده هبقى في نظر نفسي انسان واطي واناني. ما ينفعش ابوظ لك مستقبلك معايا. يبقى انت ما بتحبنيش وبتتلكك باي حاجه يا ادم. ما تستفزنيش يا هنا، انت اكتر واحده عارفه انا بحبك قد ايه، ما تستعبطيش. خلاص انا موافقه ومستعده اتجوزك واروح معاك في 60 داهيه. برضه ما ينفعش يا هنا، مش انا يا هنا، مش انا اللي هضيع لك مستقبلك. انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل فيا. وفيها ايه يا ادم؟ فيها ايه يا ادم؟ انت يا نانسي اللي بتقولي كده؟ انت بتتكلمي جد يعني؟ مش فاهمه قصدي ايه؟ لا فاهمه. انت اللي مش فاهم. مش فاهم ان الانسان بيعيش مره واحده بس، حلوة وحشة، صعبة سهلة، هي مرة واحدة بس. بني آدم اللي يلاقي الحب بجد وما يمسكش فيه بإيديه وأسنانه يبقى غبي. أنت مشكلتك دي ممكن تتحل، ربك قادر يحلها. لو اتحلت بقى وساعتها ما لقيتش هنا جنبك هتبقى مرتاح؟ ولما نظلمها دلوقتي هبقى مرتاح؟ ومين قال لك إنك هتظلمها معاك يا ابن أختي؟ ده بقول لك تفائلوا وتجدوا. مش انت اللي علمتني التفاؤل يا ادم؟ فاكر؟ ويل لمن لا يريد ان يحيا مرفوع الراس في عصر انحنت فيه كل الرؤوس. مش انت اللي علمتني دي؟ مش انت اللي كتبت بايدك؟ لا ادم، اتوكل على الله يا ابن اختي وخليها على البركه كده، واكتب عليها عرفي. عرفي؟ طالما في شهود واشهار يبقى حلال بالظبط. وانت ظروفك دلوقتي ما ينفعش انك تكتب فيها شرعي. يعني انتوا شايفين كده؟ ايوه. انا بقى مش شايف كده وكلامي انتهى. والله العظيم اموت نفسي بجد.
نفسي بجد يا ادم، هموت نفسي، هموت نفسي، هموت نفسي. ماشي ايه اعملي كل اللي انت عايزاه. انا بكلمك يا ادم، انا بكلمك يا ادم، انا ليه انا كده كده كنت خارج، كانت كلها مساله وقت واجراءات، والحمد لله ان ظهرت براءتي، وهرجع ارفع قضيه بالتعويض على الجريده المعفنه بتاعتك دي. بعد اذنك يا بابا. استني هنا، كلمه بابا دي ما بتنطقهاش تاني على لسانك، لان خلاص انا من النهارده اتبريت منك، ولولا ان الناس عارفه انك بنتي انا كنت رميتك في الشارع رميه الكلاب، لكن للاسف الناس هتاكل وشي لو عملت كده. الحاجه الوحيده اللي اقدر اسمح لك بيها اوضتك بس اللي تفضلي قاعده فيها، لكن اكلك شربك مصاريفك انت تتحمليهم يا صحفيه يا ناشطه، ولعلمك الخاص اي شغب هتشتركي فيه تاني انا هسيبهم ياخدوك. انا مش محتاجه مساعده من حد، وعموما القضيه لسه ما خلصتش، كل الحكايه انا خرجت بكفاله، يعني التحقيق لسه مستمر. انت بتتحديني؟ انا بوريك الحقيقه اللي انت مش شايفها، ومن ضمنها اني كبرت وما بقتش محتاجه لك. البنت دي شكلي هموتها. معلش معلش يا منيب، حقك عليا، امسحها فيا انا بقى المره دي. ودي حاجه تتمسح؟ دي حاجه هتفضل في دماغي طول العمر. دي بنتي، بنتي تعمل فيا كده، تحبسني. انا مبسوطه قوي ان ادم وهنا بقوا مع بعض تاني، اول مره احس اني عرفت اعمل حاجه تفرح ادم بجد. الف مبروك يا ستي وعقبالك. اللي انت قلته ده؟ ايه اللي انا قلته؟ قلت الكلام العادي اللي لازم يتقال لأي واحدة صغيرة وزي القمر زيك. اه بس أي واحدة مش أنا. ومش أنت ليه؟ هو مش برضو هنا في قلب ومشاعر وأحاسيس ومن حقك تعيش ويبقى عندك أسرة وبيت؟ لا أنا قفلت قلبي على جو خلاص، ما ينفعش أحب تاني أصلا. مين بقى اللي قال كده؟ أنا بقول لك كده. وانا بقول لك ان انت بتقولي كده لمجرد ان انت قافله الباب. جربي كده تفتحي الباب وشوفي بنفسك طابور العرسان اللي هيكون واقف لك عليه. انا في ايه وانت في ايه بس يا امير؟ يا نانسي هي الدنيا كده، الحلو اللي فيها بيمر وكمان الوحش اللي فيها بيمر. عموما لو في يوم من الايام فكرتي تفتحي الباب هتلاقيني انا اول واحد واقف لك عليه. ايه يا دكتور؟ خير؟ فات الحمد لله والخطر زال. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم. احنا ممكن ندخل نشوفها دلوقتي يا دكتور؟ ممكن، بس في مشكلة. مشكلة ايه؟ مشكلة ايه يا دكتور؟ في ايه؟ بنتكم للأسف مش هتقدر تمشي على رجليها تاني. يعني ايه بنتي؟ بس يعني ايه بنتي؟ بس اسكتي خالص. الإصابة جت في العمود الفقري ومحتاجة عملية دقيقة جدا، ودي ما بتتعملش هنا. أمال فين يا دكتور؟ في لندن، هناك عندهم أجهزة حديثة ممكن تساعد بنتك ان ترجع تمشي على رجليها تاني لو الحاله امكن علاجها. لو الحاله امكن علاجها؟ يعني الحاله ممكن ما تتعالجش يا دكتور؟ احتمال، والشفاء من عند ربنا. اه يا حبيبتي يا بنتي. بس بس اه يا حبيبتي. خلاص يا دكتور. طب راسلهم راسلهم، انا مستعد اسفرها بكره الصبح. بس العمليه دي مكلفه شويه. مكلفه قد ايه يعني؟ حوالي 100,000 دولار، يعني بالمصري تقريبا 600,000 جنيه. 600,000 جنيه ده على اقل تقدير. ماشي ماشي يا دكتور، انا هحاول اتصرف، هبيع شقتي وعربيتي وهدومي وكل حاجة، بس هي تمشي. هي تمشي يا دكتور. من يسير عادي يسير. أنا سقطت يا حبيبي، انتي السبب. منك لله يا حبيبي.
اشوف فيكي يوم يا شيخه. قولي من وشي. يعني ايه؟ يعني ايه يا مهنا البنت تخرج من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي وانت قاعده انت وامك وما تعملوش اي حاجه؟ والنبي يا اخويا هو ده اللي حصل. هي قالت لي راحه مشوار لغايه الكليه وراجعه على طول. لا اكيد البنت حصل لها حاجه. يا ساتر يا رب، ربنا يجيب العواقب سليمه يا اخويا. موبايلها مقفول. ما انا عماله اتصل بيها من الصبح والتليفون مقفول ما بيردش. يوه انت هتقلقنا ليه يا عبيد؟ تلاقيها راحت هنا ولا هنا مع واحده من صحباتها، ولا تلاقي تليفون قطع شحن. ايوه حتى لو كان ده حصل المفروض تكلمنا وتطمنا عليه. لا انا ابتديت اقلق على البنت. يا ساتر يا رب. مبروك. الله يبارك فيك. تعرف ان لغايه دلوقتي حاسس ان انا بحلم، مش مصدق ان احنا اتجوزنا. لا صدق يا ادم، احنا عملناها بجد. يا خوفي من بكره. طول ما احنا مع بعض ما تخافش من حاجه خالص مهما حصل. نفسي اعرف بس انت بتفكري ازاي. واحد زي في ازمته المنيله دي مفيش ولا واحده تفكر ان هي حتى تقرب منه مش تتجوزه. ده لما تبقى الواحده دي بتفكر بعقلها وبتحسبها بالورقه والقلم. امال انت بقى بتفكر ازاي؟ بفكر بقلبي وما بحسبهاش خالص. هي ادم اتجوز نصيب. نصيب. الغريب ان انا بقيت اسمع الكلمة دي اكتر من بسمع اسمي. نصيب فعلا كل شيء نصيب. بصي هنا، انت عارف انا بحبك قد ايه، والكلام اللي انا هقوله دلوقتي ممكن يضايقك. أنا مش معنى إن إحنا اتجوزنا يبقى أنا هسمح بأي حاجة غلط تحصل ما بيني وما بينك. حاجة غلط؟ أيوة حاجة غلط. أنا أنت لازم تفضلي زي ما أنت، يعني أنا مش هلمسك. إحنا متجوزين يا آدم. ما أنا عارف إن إحنا متجوزين. جواز ناقص. جواز عرفي. من ورا أهلك. وأنا ما كنتش عايز كده. ده غير المصيبة اللي أنا فيها اللي مش عارف لها آخر. أنا قسما بالله أنا كان نفسي أعمل لك أحسن فرح في الدنيا وأجيب لك أحسن بيت وأخليكي أسعد عروسة، بس الله يلعن أبو الظروف اللي بتعمل فينا كده. مين قال لك إني مش أسعد عروسة؟ هي الشقة والفرح هما اللي هيخلوني مبسوطة. يا آدم أنا مبسوطة طول ما أنا جنبك ومعاك، وربنا إن شاء الله هينصرك وتبان الحقيقة. يعني انت مش زعلانه مني خالص؟ انا بحبك يا ادم. سامحني يا رب، سامحني ما عرفتش احافظ على النعمه اللي اديتها لي، بس غصب عني غصب عني والله. يمكن ده يكون عقاب عشان ظلمت حد، بس انت عارف يا رب ان انا بكره الظلم وعمري ما ظلمت حد. بس سكت على الظلم ولسه ساكت لحد دلوقتي، والسكوت على الظلم ظلم. يا رب عاقبنا، خدني بس اشفيني بنتي يا رب يا رب يا رب.
مساء الخير يا هشام بيه. اهلا يا باشمهندس. ها يا باشمهندس، وصلتوا لايه؟ وصلنا العنوان الالكتروني للشخص اللي عمل ابلود للفيديو اللي فيه الراجل الامريكي. انا ما يهمنيش العنوان الالكتروني، انا عاوز اعرف عنوانه هو. ما احنا من خلال العنوان الالكتروني رصدنا مكان الراجل وعرفنا هو فين. يعني معاك العنوان؟ ايوه هذا العنوان. ساعتها اتفضل. متشكر متشكر يا باشمهندس. لا شكرا على الواجب، ده شغلي. اتفضل. الله، مالك يا مرزوق من ساعة ما جيت وانت مش على بعضك؟ بصراحة بصراحة يا جماعة، أنا جات لي فرصة أن أبقى ضابط شرطة. فرصة ما بتجيش غير مرة واحدة. طيب ده خبر يجنن. وأنا مش هينفع أبقى ضابط شرطة طول ما احنا مخطوبين. ليه يا مرزوق؟ يعني عشان قضية عم أمين الله يرحمه وموضوع آدم ده كمان. وإيه دخله ده بموضوعك؟ ما هو ما ينفعش حد يتعين ضابط شرطة يكون حد من قرايبه أو نسايبه عليه سابقة أو قضية مخلة بالشرف. واضح كده أن أنت جاي وناوي تفشكل الموضوع يا مرزوق. أبداً والله، أنا بس محتار ومش عارف أعمل إيه. بس أنا عارفة هعمل إيه يا مرزوق. دبلتك أهي واعتبر اللي بيننا انتهى. أنت متسرعة كده ليه يا بط؟ أنا جاي عشان نتناقش. نتناقش في إيه؟ ها؟ هو خلاص انا واهلي بقينا وصمه العار الوحيده اللي واقفه قدام مستقبلك؟ لو مش قادر تاخد قرارك انا خدتهولك، واعتبر الموضوع خلاص بقى، ده بقى موضوع عيل. شايفه طريقتها؟ معلش يا مرزوق اعذرها، مساحه فيا. انا بحبها يا ساميه والله، بحبها وشاريها وغاليه عندي قوي، بس مش عارف اعمل ايه. بص يا مرزوق، روح شوف مستقبلك وما تربطش نفسك بينا. انت مالكش ذنب تدفع تمن غلطة انت ما عملتهاش، واحنا بقى لينا ربنا. فتشوا لي المكان ده وحرزوا لي كل الأجهزة والحاجات. خير يا باشا؟ تمير، انا سيد جيجا صاحب المطرح. سيد جيجا؟ حبيب قلبي يا ابو سيد. طب يلا بقى حبيب قلبي عشان هنروح مشوار مع بعض. مشوار فين يا باشا؟ يلا يلا انت هتصاحبني. يلا خدوا. سامحيني يا سام، انا عارف اني غلطت في حقك، عارف اني اتهمتك بالظلم والخيانه، وعارف ان انا قتلت ابننا بايديا. سامحيني. زي المجنون، ما كنت شايف قدامي. انت لو حطيت نفسك مكاني ولو للحظة واحدة كنت عملت قد اللي انا عملته مليون مرة. بس بعد نتيجة مدامة وتأكدت من التحاليل ان انا خلاص اتعالجت وبقيت اتكلف، عرفت ان انا ظلمتك، ظلمت نفسي، قتلت ابني. سام سام، انا جايلك قدام اهلك عشان انا هصلح غلطتي. ارجوكي مش سهل كده، جاي في لحظه وعايز ننسى. هننسى سوا، كنا سوا على المره قبل الحلو، لكن انت خنت عمري وربنا شاهد عليا. سام انا بحبك، يعني مش ممكن اخون. الخيانة مش لازم تكون مع واحدة. انت خنتني يوم ما اتهمتني في شرفي، يوم ما ظلمتني واتجنيت عليا. انت لو بتحبيني بصحيح زي ما بتقول كنت حسيت بيا، كنت حسيت بمشاعري. انت ايه؟ انت ايه يا اخي؟ ما بتحسش؟ سهام قدري موقفي، انا كنت عامل زي المجنون مش شايف قدامي. انت اكتر واحدة في الدنيا دي كلها عارفة ان قد ايه موضوع الخلفة ده بتعبني. خلفة؟ انت ليك عين تتكلم عن الخلفة؟ أنا كرهتك وكرهت الخلفة واللي بيخلفوها. حرام بقى، كفاية. سيما أنا عايز أقولك على حاجة، أنا خلاص تعالجت. على فكرة يا عمي، أنا لسه جاي من عند المأذون دلوقتي حالا. أنا رضيت سهام تاني عشان نرجع بيتنا
ونعمل الاسره اللي كنا بنحلم بيها طول عمرنا. سامحيني بقى عشان خاطري. لا لا يا سيف، يمكن كان قبل اللي حصل كان ممكن، انما دلوقتي لا. انا لا عايزاك ولا عايز اخلف منك. انت ايه ما تفهمش؟ بعدين يا بنتي استهدي بالله مال. يا بنتي جوزك عرف غلطته وجاي عشان يعتذر لك ويرد لك كرامتك. وابني اللي قتله بايديه هيقدر رجعه لي؟ انت ليه قاسي عليها بالشكل ده؟ القسوه دي اتعلمتها منك. لازم تسامحيني، اعتبر ليها فرصه اخيره. يا ما سامحتك، لكن مفيش فايده، مفيش فايده. سامحتك من ساعه ما زورت التحاليل ولا ناسي؟ سامحتك ساعه ما اتهمتني ان انا عاقر وقعدت تتفرج عليا وانا باخد ادويه تضرني عشان تداريني على ضعفك؟ ما فكرتش ساعتها غير في نفسك. انت ليه مش عايز تنسي الموضوع ده؟ لانه ما يتنسيش. غلطت ان انا استمريت معاك بعدها. كان لازم نتطلق، عشان يمكن لو كان حصل ده ما كانش حصل اللي بيحصل لنا دلوقتي. انت عارفه ان كانت ظروفي كلها متلخبطه، والحمد لله كل حاجه دلوقتي اتظبطت. خلاص بقى. للاسف انا بس ظروفك اتظبطت، كنت مش عارفه مالك. انا اسفه يا سيف، مش هقدر ارجع لك عشان مش هقدر اسامحك. على كل حال انا هسيبك يومين كده تهدي تفكري وبعدين نبقى نتكلم. مفيش بعدين، انا مش عايزاك. انت ما بتفهمش. عيب كده، ده مهما كان لسه جوزي. خليها على راحتها يا عمي، سيبها تطلع كل اللي جواها حقها. عارف هي تعبانه قد ايه. على كل حال مش وقت كلام، لينا كلام بعدين بعد اذنكم. منال دي انانيه وتافهه وما تستاهلش النعم اللي بتتبطر عليها. طب اهدى اهدى يا هشام يا ابني، الامور ما تتاخدش بالنرفزه دي كده. مش قادر يا بابا، مش قادر اهدى. حاول على قوات الا بالله العلي العظيم. الو. ايوه نانسي، ازيك؟ عايشين الحمد لله. لا عملنا كبسه ورحنا نفتش، بس للاسف المكان طلع سايبر وما لقيناش الفيديو على ولا كمبيوتر هناك، وكله انكر معرفته باي حاجه تخص ادم. ان شاء الله ان شاء الله. مع السلامه. دلوقتي انا كلمت الضابط هشام وطلع ان الاي بي ادرس بتاع نت كافيه. ها نت كافيه؟ والفيديو ملوش اي اثر على كل الكمبيوترز اللي هناك. معقول يا جماعه؟ نت كافيه يعني سايبر، يعني مليون واحد بيدخل كل يوم، عمرنا ما عرفنا نحكمها. هو مش ممكن يكون اللي سرق الهارد ساكن جنب النت كافيه ده وبيروحوا كتير؟ واحتمال يبقى عابر سبيل وعمرنا برضو ما هنعرف نجيبه. انا حاسه النت كافيه ده هو فيه سر اللغز اللي احنا بندور عليه. يعني يعني لازم نروح المكان وندور على اللي سرق هناك بنفسنا. اذا كان بتوع امن الدوله ما عرفوش يجيبوه، احنا هنعرف نجيبه؟ يا جماعه بتوع امن الدوله كبسوا على المكان سد خانه مش اكتر، لكن احنا عايزين نثبت براءه صاحبنا اللي احنا متاكدين ان هو بريء. فلو رحنا هناك يمكن ربنا يدينا خيط يدلنا على اول الطريق. انا مع علي على فكره، why don't we give it a try فعلا، بدل ما احنا قاعدين كده يمكن نعرف نوصل لحاجه. انا شايف انها فكره كويسه جدا. ما عندناش حل غير كده. منورين يا عرسان. عقبالك يا صفحه. يسمع من بوك ربنا يستاهل. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور. اتاخرت ليه يا خير؟ الشغل بقى ادم، اكل العيش مر، المهم في اخبار حلوه قوي عشانك. خير؟ صحابك مسكوا اول خيط لدليل براءتك. طب وانت عرفت منين الكلام ده؟ نانسي يا هنا كلمتني في التليفون علشان تطمن على ادم، فقالت لي الخبر الحلو ده قلت لازم ابشره بيه. يا ما انت كريم يا رب عشان تعرف ان وشي حلو عليك. امال ايه يا استهانه؟ ده انت وشي السعد والهنا كله. طبعا هروح البقاله جنب المزرعه اجيب حاجه واجي بسرعه. لا حبيبي، اللي انت عاوزه اقول لك دلوقتي. انا لا مش مشكله، عايز امشي رجلي شويه. ما تتاخرش يا ادم. خلي بالك من نفسك يا ادم. الو مين معايا؟ انا اللي انت بتدور عليه، ادم امين عبد الحي. ادم انت فين؟ مش مهم تعرف يا باشا، انما اللي لازم تعرفه
ان انا واحد زي اي واحد، كان نفسه ينفع بلده، كان نفسه يكون ايجابي. ولسه يا ادم ممكن تكون ايجابي لو سلمت نفسك واثبتت للعالم كله انك مش ارهابي. انا مش ارهابي يا باشا، اقسم لك بالله العظيم تلاتة، انتوا اكتر ناس عارفين ان انا مش ارهابي ولا ليا فيها اساسا. بس انتوا عايزيني ارهابي، فخلاص هبقى ارهابي. ليه؟ عشان ماما امريكا ما تزعلش. معاك حق، معاك حق يا ادم. روح يا باشا دوروا على الارهابيين اللي بجد. بس عشان نواجه الارهابيين اللي بجد وننقذك لازم تسلم نفسك، دي اول خطوه في مقاومتهم. وانا وعدك ان احنا هنحول قضيتك من قضيه راي عام دولي لقضيه دفاع عن النفس، بس لازم في الاول تسلم نفسك عشان نعرف نساعدك. يا ادم، يا ادم انت مثال للشاب الجدع الشهم اللي كلنا لازم نفتخر بيه، بس الضغوط حوالينا كتيره قوي ومن كل ناحيه، عشان كده انا بطلب منك انك تساعدنا عشان نقدر نساعدك. انت عارف يا باشا ايه اكتر حاجه مزعلاني؟ ان انا لو كنت قتلت واحد مصري ما كنتش هتعمله كل ده. يا باشا مش ذنبنا، مش ذنبنا ان احنا ندفع ثمن اخطائكم، انتوا مش قادرين تواجهوا. يا ادم، يا ادم دي سياسه، سياسه انت ما تفهمش فيها ولا تعرف فيها حاجه. انا مش بتاع سياسه يا باشا، انا بتاع اجتماع وتاريخ. والتاريخ بيقول ان مفيش ظالم بيتمادى في ظلمه الا لو ما لقاش حد يصده. انا بقى صديت ظلم يبقى ده جزائي؟ يا ادم سلم نفسك لمصلحتك. توعدني يا باشا اني ما اتظلمش وما تحولش لصابونه يغسل بيها النظام وشه قدام اللي بيحاسبوه. اولا النظام ما بيخافش من حد ومحدش يقدر يحاسبه اصلا، لانه بيحافظ على البلد، لان البلد دي بلده مش بلد حد تاني، وعمره ما يرضى لاولادها انهم يكونوا كبش فدا لحد. افهم بقى. كانوا يا باشا جابوا حقوق الغلابه اصلا، كانوا على الاقل وصلوا لهم ميه في بيوتهم، ولا بيوتهم ايه؟ اصلا في ناس ما عندهاش بيوت عشان يبقى عندهم ميه من اساسه. يا ادم انت في خطر، في خطر بجد صدقني. عشان خاطر اسمع كلامي، سلم نفسك واحنا هنحميك وهنحقق معاك بالعدل، ولو كنت بريء هنكون اول ناس تعلن براءتك، لانك ابن البلد دي وبراءتك تهمنا صدقني. ده لما اكون ابن وزير ولا ابن عضو من اعضاء مجلس الشعب ماشي. انما انا يا باشا ابويا كان راجل فقير والفرق بينهم كبير، وانت سيد العارفين. كلنا ولاد البلد دي يا ادم، كلنا ولاد مصر. يا باشا انتوا خليتونا زي القطط، القطط اللي بتاكل عيالها بحجة ان هي خايفة عليهم، بس القطط بقى يا باشا بتبقى خايفة عليهم بجد. في ايه يا هشام؟ مين اللي كان معاك على التليفون؟ هو هو؟ هو مين يا ابني؟ ادم عبد الحي رافض يسلم نفسه. طبعا استحالة هيسلمك نفسه عشان تلف حوالين رقبته حبل المشنقة. غبي غبي، مش مخليني اعرف اساعده. ساعده ايه بس يا هشام؟ يا بابا براءته باينة في صوته، حاسسها مع كل كلمة بينطقها. اوعى يا واد يا هشام يكون الواد ده عارف يضحك عليك ويمثل عليك دور ان هو بريء يعني. صعب يا بابا صعب، هو انا شغال محاسب في بنك؟ ده انا ضابط امن دوله مدعوك وسط الناس بقالي اكتر من 15 سنه، زائد بقى ان القضيه دي فيها دلائل كتير قوي على براءته. الادله، خليك بقى ورا الادله وانسى حكايه احساسك دي. تشرب حاجه يا هشام؟ شكرا سعادتك. ملي شاي يا ابني. اللي قول لي صحيح، اخبار بنتك ايه؟ والله يا باشا كل ما بشوفها وهي قاعده على كرسي متحرك قلبي بيتقطع عليها. مفيش امل في علاجها خالص؟ بعتنا فايل بحالتها لبره ومستنيين الرد. مفيش حد فينا مرتاح، كل واحد فينا روحه متعلقه برد يمكن يحيي. ربنا يطمنك عليها. ربنا كريم وقادر على كل شيء بسعادتك. قول لي بقى يا سيدي، مفيش اخبار عن نانسي اللي احنا حطيناها تحت المراقبه دي؟ لا سعادتك لسه مفيش جديد. انا مش عارف ازاي طوعتك وخلي نعم يروحوا. يا باشا ده اسلم حل،
نطلعهم عشان نراقبهم ونشوف هيوصلونا لإيه، ولا نحبسهم ونقطع خيط ممكن يوصلنا لآدم. ادخل. سيف باشا. خير يا نادر. التليفون اللي جه للمقدم هشام ثبت انه من كابينة عمومية في البحيرة في حتة اسمها حوش عيسى. يبقى آدم عبد الحي هناك. أنا عايز الواد ده. خلاص يا هشام بيه، واضح كده إن الموضوع السخيف ده قرب ينتهي. باشا، بس إحنا هنروح البحيرة ندور على آدم في بيت هناك. يا فندم أنا بيتهيألي كده. بإيه يا أخويا؟ بيتهيألك؟ إيه يا هشام بيه؟ ما تشد رجالتك شوية. هشدهم سعادتك، بس حضرتك اهدى شوية. يا فندم خاله بيشتغل في مزرعة صغيرة هناك. أيوة باشا، ما هو خاله دوت إحنا شلناه من حساباتنا من زمان، لأن على حسب تحرياتنا خاله ده جبان وسابهم في أزمتهم وهرب. طب وأنت مستني إيه؟ أنا عايزك تحدد لي مكان المزرعة دي حالا، والقوة تطلع ونجيب الواد ده. أنا زهقت من القضية دي. حاضر، تمام سعادتك.